حبايبي للمرة التانية، انت كبرت، انت لازم تقرا السؤال وتتعود ايه المطلوب منك. رايت ماشي، ذا فاليو انا عايز الفاليو، ان بليز فاليو يبقى انا عايز كام حاجه؟ فاليو بليز فاليو. تعالى بقى نشوف بتاع مين يا مستر. بص معايا، بص بقى، ادي النمبر وحاطط لي اندرلاين هنا، يبقى انا هلعب مع مين؟ مع الزيرو. عايز مره فاليو، وعايز مره بليز فاليو من غير ما تصور، مش بالسويت. طيب انا عشان احل دي يا سلمى من غير ما اغلط، بص يا سلمى، كل مره هقول كده 1 2 3 يبقى 1 سكندز 100. خلصتهم؟ رحت في عيلة جديدة، عيلة خالته 1000، وده 1 وده 10. أنت عارف لو عملت كده، أنت كده حددت كل ديجيت في بيت مين؟ صح ولا أنا غلطان؟ صح. طب أقول تاني؟ هقول تاني. شايف كل ده؟ لارج نمبر ولا يهمني. بص بص، هاجي فوق ال 1 اقول ايه؟ 1 ها؟ 10 من غير ما نصوت. بعد كده عيلة جديدة ها؟ عيلة ال 1000 ها؟ 1 10 100. تعالى بقى نلعب. حاطط لي اندرلاين عند مين؟ ناين. يا ناين، البليز فاليو انت طلعت في بيت مين؟ بص 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 حبيبي، اسمع بس، اسمع بقى، اسمع. الناين انا حاطط فوق منها اتش وكمان تي اتش، يبقى طلعت في بيت مين؟ ها؟ 100,000. كمان مره، الناين اتحط فوق منها اتش وكمان عيلة ال 1000، يبقى 100,000. طب تعالى هنا، هو حاطط لي اندرلاين عند الزيرو. يا زيرو، البليس فاليو بتاعك ايه؟ ها؟ فكر حبيبي. هقول له انا لو سمعت كلام المستر وعملت 1 تنس 100 وبعدين ده 1 تنس، يبقى الراجل ده طلع في عيلة مين؟ ال 1000 ال 1، فلو كتبت 1000 بس كوريكت صح. فهمتوا اللعبة؟ طب تعالوا كده نشوف مع بعض يا ترى احنا عملنا صح ولا لا. يلا يا زيرو، اسمع بقى، لو سألتك عن الفاليو بتاع الزيرو، الفاليو بتاع الزيرو، اسمع حبيبي، الزيرو في اي مكان الفاليو بتاعه زيرو. تاني، الزيرو في اي مكان، يعني في الوانس، في التنس، في الهندرد، في المليون، في الثاوزر، الفاليو بتاعته زيرو. زيرو. طب بص كده فعلا، لكن لما اجي اقول بليز فاليو، يا زيرو انت طلعت في بيت مين؟ الثاوزر. واحد من ما نقولش مع بعض كويس. استني بص حبيبي، اهو ما انا كاتب 1000، يبقى لو كتبت 1000 كوريكت. بالراحه بقى، انا مش عايز اجاوب، انت فكر. ريز يور هاند. يلا بص يا عمر، هو حاطط اندرلاين عند ال 3، عايز الاول الفاليو بتاعتها. لا ازعل منك، استني بس يا عمر، بص كده حبيبي، انا عاوز ال 3 والفاليو، اروح ضيق ال 3 وكل الديجيتس دول زيرو اهو. وبعد ما اعمل كده سوري 1 2 3 4 يبقى 4 0. الله عليك، وانا اقول الله عليك يا دي احمد 1 2 3 كوما. بالراحه، فهم مش حفظ. تعالى بقى نشوف، بص كده فعلا، يبقى انت بتسال عن ال 3، هاخد ال 3 بس استنى كل الديجيت اللي قبلها اخليهم زيرو. زيرو بالراحه يا فريد. تاني، هو بيسأل على مين يا عمر؟
3. بص هنا مش عليا اهو 3. عايز الفاليو هاخد ال 3 قبل منها كام؟ 1 2 3 4 put 4 3. ادي اللعبه هو ده الفاليو. طب استنى يا مستر انا عايز ال 9 الفاليو هنقوم نعمل ايه؟ ها؟ هناخد ال 9 مش كده؟ يبقى هاخد ال 9 واروح اسال قبل منها كام ديجيت؟ بص 1 2 3 4 5 يبقى بوت ايه؟ 5 زيروز. تعالى كده شوف الاول دي سيبك منها، تعالى هنا اهي قاعد ال 9 ودي 5 زيرو. لعبه فين؟ لكن لما اجي اقول هي في بيت مين؟ البليس فاليو بص كده 1 2 3 هما 1 2 3 يبقى انت في عيلة ال 1000 ودي 1600 يبقى انت ايه؟ 100,000. حبيبي الفاليو بليز فاليو درس جميل يا مستر. مديني نمبر وبيسال وات ديجيت ان تنس بليز. لو انا مش عايز اغلط اقول تاني once tens hundred عيلة خالته سوسن عندها once و tens و hundred. ده انا يا مستر لو عملت كده اعرف اجاوب من غير غلط؟ اه. طب تعالى نشوف مين في التنس اخد ده ولا لا؟ ها؟ ها؟ كلكم مع بعض 6 حبيبي دي لان دي التنس لكن دي 10,000. طيب مين في ال 1,000؟ سؤال ينفع اروح اخد دي؟ لا ده انت بتقول في عيلة ال 1000 يبقى ناخد مين من عيلة ال 1000 من غير ما نصوت حبيبي. طب مين في ال 100,000 بالراحة؟ هل ينفع اخد ال 5 دي؟ لا ليه؟ دي 100 بس يا مستر، أنا عايز 100,000. هو ده حبيبي طريقة التفكير، وأنت اللي تفكر مش حد يحل لك، لازم تتعلم تعمل كده.